زي ما شفتوا وعشتوا معايا المغامرة في الفيديو اللي فات، قدرت أقطع مسافة 1400 كيلو من اسطنبول لطرابزون مجاناً بمساعدة الناس والسواقين على الطريق. الرحلة دي خدت مننا أكتر من 18 ساعة لحد ما قدرت أخيراً إن أنا أوصل طرابزون. كنت متخيل زي أي حد يجي طرابزون إن طرابزون هي الخضرة والطبيعة بس، ولكن اللي اكتشفته ان طرابزون هي مدينه زي اي مدينه تانية، انما الخضره والطبيعه والجبال والاماكن اللي احنا بنشوفها في الصور دي خارج طرابزون. هوريكم كل حاجه في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي جايه. وبما ان المغامرات والاحداث الغير متوقعه بتتبعني في كل مكان، اول ما وصلت طرابزون لقيت احتفالات شرسه جدا، والموضوع قلب باسعاف وحالات اغماء وحاجات غريبه. هوريها لكم وهتعيشوا معايا في الفيديو ده الاحداث كلها في مدينه طرابزون. قبل ما نبدا الفيديو ادينا واحد لايك وخلينا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، يلا بينا. العسل والجمال، احلى ناس في الدنيا كلها. لسه واصلين مدينه طرابزون، وصلت الساعه 5 بالظبط يا دوبك، رحت على الفندق على طول، كنت تعبان جدا جدا جدا. بعد كده جيت على السيتي سنتر هنا علشان افطر، كان وقت الفطار وفطرت وظبطت الدنيا. دلوقتي بتمشى بقى في السيتي سنتر. عايز اقول لكم شويه حاجات كده عن طرابزون محدش هيقولها لكم. لو دخلت على جوجل وكتبت طرابزون، او انت من مهتمين اصلا بتركيا او من متابع الدنيا في تركيا، هتسمع عن طرابزون، فاكيد انت عارفها ان هي طبيعه وجبال واجمل وادي في العالم، والفطار على الفيو الخرافي ما بين الوديان والجبال والخضره. طبعا الكلام ده مظبوط، لو دخلت على جوجل كمان هتلاقي برضو اول صوره تطلع لك لو جربت طرابزون الصوره اللي انا بقول لك عليها دي. ولكن انا وصلت هنا اهو وبقول لك لا، مش ده الحقيقه. طرابزون هي مدينه زي ما انت شايف كده، مدينه صغيره كسيتي سنتر ومدينه يعني، ولكن هي كمساحه اصلا للمحافظه او للولايه دي هي مساحه كبيره جدا. طرابزون بقى نفسها هي المدينه اللي احنا فيها دي، مدينه عاديه، مباني، شوارع، دنيا، ولكن الحاجات اللي احنا بنشوفها والطبيعه الخرافيه اللي احنا بنشوفها دي هو ده اللي حوالين طرابزون، الريف والكرة اللي حوالين طرابزون. ومش هقول لك حوالين معناها كده انه قريبه، يعني مثلا اوزونجول اللي هو اشهر وادي الناس بتروح لما تيجي طرابزون بيسموه طرابزون، ولو كتبت طرابزون على جوجل الصوره هتطلع لك هي صور اوزونجول اللي هو الوادي اللي في الطبيعه ده، يبعد عننا حوالي 110 كيلو. ريزا مثلا هتبعد عننا حوالي 130 كيلو. مرتفعات السلطان مراد مثلا يبعد عننا حوالي 160 كيلو. كل الناس فاكره ان دي طرابزون. فانا بقى اوريك الحقيقه هنا. اي يوتيوبر بيجي، اي حد صانع محتوى بيجي هنا المدينه ما بيصورش الا الجزء بتاع الخضره والجبال اللي هو موجود في دماغ الناس، ولكن انا دلوقتي هصور لك وهبدا سلسله فيديوهات طرابزون بالمدينه نفسها، وبعد كده نطلع على الجبال والطبيعه والخضره وهنستكشف كل حاجه بقى من اعماق الاعماق. فاحنا هنا دلوقتي فين؟ في مدينه طرابزون. زي ما انتم شايفين كده دي اجواء المدينه. ده قلب السيتي سنتر هنا في المدينه، وعلى غير العاده في زحمه في المدينه النهارده في السيتي سنتر، وناس سهرانه وناس رايحه جايه ومحلات مفتوحه. ده مش الطبيعي هنا، الطبيعي ان الدنيا هنا بتقفل بدري شويتين. طب ايه المختلف يا عم الحاج؟ الفريق القومي بتاع كره القدم بتاع المدينه هنا هو يعتبر من اقوى الفرق في تركيا، وبكره عندهم ماتش مهم جدا، ماتش مصيري. لو كسب بكره هو كده حسم خلاص الدوري وخد الدوري التركي. مستنيين الماتش ده على احر من الجمر، واجواء جامده جدا وشماريخ ورقص وبتاع، كل ده بسبب الماتش بتاع بكره واحتفال بالفريق بتاعهم. ولسه ما كسبش، امال لما يكسب هنعمل ايه؟ هنغطي الاجواء دي بكره، هنصور الدنيا دي بكره ان شاء الله. ناس هنا يا جماعه بيعشقوا الكوره، ناس كتيره جدا ماشيين حواليا، ستات ورجاله كبار وصغار، لابسين التيشيرتات بتاعت الفريق بتاعهم، ماسكين العلم بتاع الفريق بتاعهم، مستعدين لبكره. ناس اصلا جت من مدن حوالين طرابزون ومن كرة حوالين طرابزون علشان خاطر يشجعوا الفريق بكره. اول فكره خدتها عن المدينه هنا ان هي ارخص من اسطنبول، يعني هقارن باسطنبول عشان قعدت في اسطنبول فتره. يعني مثلا انا فطرت جبت بيتزا حجمها كويس جدا وكانت عامله حوالي 40 ليره تقريبا، يعني 40 ليره دي ما يجيبلكش اي حاجه في اسطنبول، يجيب لك حاجه صغيره قوي. تاني حاجه لاحظتها برضو على السريع كده ان الناس هنا الطف من الناس في اسطنبول كشعب يعني. تالت حاجه المواصلات هنا وحشه جدا. طبعا انت لو جاي بقى طرابزون علشان خاطر تلف الاماكن الطبيعيه الجميله اللي انت جاي اصلا المفروض علشانها حوالين طرابزون، مفيش مواصلات هتوديك، كل الكلام ده محذوف في الريف وفي الجبال ومحتاج عربيه. فمعظم الناس بتيجي هنا بتعمل ايه؟ يا اما يكون جاي معاه رحله او شركه سياحه مظبطه له كل حاجه وفي مواصلات بقى وتنقلات جماعيه، او بيأجر عربيه من المطار اول ما يوصل على مطار طرابزون. عن نفسي لما طلعت اصلا من الفندق، الفندق موجود في المدينه، ببص ما لقيتش مواصلات خالص لا شمال ولا يمين. طب انا عايز اروح السيتي سنتر يا جماعه، بيسموه هنا السنتر، بيسموه هنا مركز. او يو 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 فوتبول، نو نو ثانك يو، يس تشكر. قعدت ابص يمين وشمال عشان الاقي عربيه اصلا تاخدني للسيتي سنتر اللي هم بيسموه هنا مركز السنتر، يعني مركز.
ما لقيتش عربيات خالص. فطبعا اعتمدت الطريقه اللي انا بحبها جدا هيتش هايكنج. وقفت عربيه حد جابني لحد هنا واتعرفت كمان عليه وحطيني رقم وبتاع وتمشينا شويه في الدنيا. فدي برضو من ضمن الحاجات اللطيفه هنا ان الناس زي ما قلت لكم ناس كويسه وطيبين شويه. اسعار الحاجه برضو هنا حلوه، السعر معقول جدا، سواء ملابس سواء احذيه سواء القصص دي كلها، اكل وشرب الاسعار معقوله جدا. زي ما قلت لكم ترابزون تقريبا كده هي بس الكام شارع الاربع خمس شارع اللي هم في السيتي سنتر دول، ده بقى اللي فيه الشغل كله والدنيا كلها تمام. غير كده كل حته بقى لوحدها متطرفه. فهنا بقى الشارع اللي ايه السياح والشوبينج والتجمعات والتمشيات والكسري دي هنا الشارع. وهنا طبعا الامن والامان ما بيغيبش، يعني دايما في شرطه دايما في امن. ان شاء الله برضو بكره ننزل نصور شويه في المدينه، ومن بعد بكره بقى نبدا ننزل الطبيعه والجبال ونروح على كذا منطقه ونغطي كذا حاجه، اوزونجل، ريزه، مرتفعات سلطان مراد، ونشوف برضو ايه هيقابلنا في سكتنا نصوره باذن الله. دي اجواء الليل والتمشيات هنا في ترابزون. لما نشوف بقى بكره الصبح ان شاء الله الجو هيبقى عامل ازاي بالنهار يعني، وهصور لكم برضو طبعا الفندق. بص القهاوي في الشوارع الجانبيه. المهم اصدقائي انا هروح دلوقتي الفندق انام لاني فاصل حرفيا. بكره بقى نظبط ونكمل بقيه الفيديو. يلا بينا، تصبحوا على خير. يا اخي سبحان الله السفر ده ارزاق والله. واحد جاي ياخد 3-4 ايام حلوين في ترابزون والطبيعه بقى والخضره والشمس، يجي يلاقي الجو بالشكل ده، شتاء وغيوم، ولكن نعمل ايه؟ الحمد لله. ونطلع بقى من القصه دي بمعلومه ونصيحه مهمه جدا. النهارده 30 ابريل، فالوقت ده في ترابزون هنا يوم صيف ويوم شتاء، يوم فيه شمس ويوم زي ما انتم شايفين كده. فالافضل لو انت جاي ترابزون افضل وقت للزياره هو النص الثاني من شهر مايو او شهر يونيو وشهر يوليو. قبل كده يا ريت بلاش ما تحطش في الموقف ده وتعرف تتحرك براحتك. الناس بقى اللي كانت بتسالني في التعليقات في الفيديوهات اللي فاتت ان هم عايزين يجوا تركيا وانصحهم يروحوا فين ويجوا منين، ولو عايزين شركه سياحه كويسه تظبط لهم الدنيا انصحهم بمين بالظبط. فرصه كويسه ان انا اعرفكم على اول سبونسر للقناه، شركه ترافل مادنس. شركة ترافل مادنس يا جماعة هي اللي مظبطة لي الدنيا هنا في ترابزون، وهم اللي حاجزين الفندق ده وكل الكلام ده. بصراحة أنصح أي حد ناوي يجي تركيا إن هو يتواصل معاهم. الشركة دي اللي بيميزها إن هي هنا شركة تركية يعني مرخصة في تركيا وليها فرع في مصر، وكل المعاملين فيها وكل الموظفين فيها مصريين، فهترتاح جدا في التعامل معاهم. تاني حاجة بصراحة بيجيب لك أسعار انت لو جيت هنا كفرد مش هتعرف تاخدها ابدا، ولو جيت مع شركه تانية مش هتعرف تاخد الاسعار دي ابدا. الفنادق والكلام ده بيعملوا لهم خصومات خاصه، بيعملوا لهم عروض خاصه. فانصحكم جدا تتواصل مع شركه ترافل مادنس لو انت جاي تركيا وناوي ان انت تقعد هنا سواء في اسطنبول في ترابزون. عندهم كذا رحله جاهزه في الفتره اللي جايه، فتواصل معاهم شوف الرحله اللي تناسبك، اسال على العروض عندهم، هتنبسط معاهم جدا وهتدعي لي. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو، فادخل عليهم وقول لهم جايين تبع طاهر مسافر هيظبطوا معاك الدنيا. اوكي طالع من الاوضه في الفندق بتاعتي لقيت دوشه وزحمه وبتاع، وجمعنا نفسنا نتفرج على الماتش. مجانين كوره بقول لكم يا جماعه. الدنيا خربانه حرفيا يا جماعه، مولعه نار. بص عدد الناس خربانه. جيت بقى النهارده تاني يوم، اليوم بتاع الماتش. الماتش حاليا شغال وترابزون كسبان 1-0. لو الفريق بتاعهم النهارده فاز هيبقى بطل الدوري والدنيا هتلاقيها خربانه. انا قلت انزل اغطي لكم الاحداث بتاعت النهارده، فالجو جامد جدا في السيتي سنتر هنا في ترابزون. الناس هنا بيعشقوا الكوره، وحظنا ان احنا جينا في اليومين دول في شغل وفي اجواء وفي زحمه وبتاع. عاده المدينه دي ما بتبقاش زحمه كده، بتبقى هاديه خالص، ده الكلام اتقال يعني. فاحنا جايين في يومين حلوين، ويا رب الفريق بتاعهم يفوز عشان نشوف هيحتفلوا ازاي اذا كان كده ولسه ما فازش. امال لما يفوز بقى. الجو كله دخان يا جدعان، تحس نفسك في حر. في ايه؟
اللي هو جوه الواحد شعور بقى عشان تنزل لسه طويله. جينا معلم التليفون. ده السيتي سنتر بتاع المدينة هنا، والناس واخدة الحديقة دي كلها زي ما انتوا شايفين كده بيحتفلوا مع بعض. بص كل اللي مش لاحق الشاشة بقى بيتفرج على الموبايلات ودنيا. الشاشة هناك اهي، بص كله ماسك دماغه يا جماعه، كله متوتر. امسك البنات وستات قبل الرجاله كمان. بص الكلام، بس يا رب شكلي في هجمه عليهم. الدنيا خربانة حرفيا، الدنيا خربانة يا جماعة، كله بيحتفل وجو جامد جدا. ايه الجمال ده؟ أجواء جامدة جدا والله. هم فازوا ولا ايه؟ مش عارف فازوا ولا جابوا جون ولا ايه الدنيا، لسه مش عارف حاجة. اديله الدنيا ولعت يا جدعان، ولع الدنيا. مش عارف اخد نفس. لا 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 اجواء جامده جدا. مش عارف اخد نفس. بتاعتي وقعت على الراجل ده يا جدعان، حد ضربها فوق وراحت وقعت على الراجل. لا كده الدنيا قلبت خطر يا جدعان. انا عايز اخلع، كفايه قوي كده. انا خرجت من الدوشه اللي ورا دي، لسه الناس بتتجمع يا جماعه، ولسه الناس بتيجي، كله رايح الاتجاه ده. بصوا كله داخل علينا الاتجاه ده عشان يروحوا على الميدان اللي احنا كنا لسه طالعين منه دلوقتي. بجد الناس دي مجانين كوره، بيحبوا كوره جدا، والفريق القومي بتاعهم فاز، فلازم يكونوا مبسوطين جدا. الاعلام بتاع الفريق في كل حته، العربيات في كل حته، الشماريخ، بس الدنيا قلبت قلب وحش قوي. محظوظين ان احنا اتواجدنا في الوقت ده، غطينا الاحداث وشفنا المدينه واجواءها. بجد غير كده بقى الناس تقول لك ان في العادي المدينه هاديه جدا وبيناموا بدري، ولكن حاولت ان اوريكم اجواء المدينه على قد ما اقدر في اليومين اللي احنا قعدناهم هنا. اللي جاي بقى ان شاء الله الفلوجات اللي جايه هتبقى خارج المدينه، في المكان اللي الناس بتيجي ترابزون علشانه، مش السيتي سنتر، ولكن بيجوا ترابزون عشان الطبيعه والجبال والغابات والريف التركي. وده اللي انا هغطيه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، فما تفوتوش اي حاجه من الفيديوهات اللي جايه باذن الله. هوريكم جنه الله في الارض، دي الشوارع ودي المدينه وكله بيحتفل، وانا هروح الفندق بقى علشان انام ورايح شويه. يلا اصبحوا على خير. وانا حاسس لان البلد دي مبنيه على قلعه قديمه ولا حاجه. شايفين الاسوار دي؟ ودي المباني العاديه دلوقتي. بص الاسوار غريبه جدا صح؟ بص بقيه السور